السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في تحليل الكانتي اللي غادي يكون في الجران ناسيونال ديترو باريتيرف. الجران ناسيونال ديترو باريتيرف، الإيطاب غادي تكون ربما الرابعة أو الخامسة بالضبط. بروميير كورس غادا تكون المهم راه ايطاب سيزيام ايطاب دي غران ناسيونال دي ترو باريتيف. غتكون الاخوان في لافال، غتكون في لافال، وغادا تكون الاخوان في الجروب تروا 16 ديال الخيول مشاركة. الاخوان بالنسبة للتوقعات، نهضروا على الصحافة اللي تحطوا لنا الفافوري. الكورسة تقدر تكون غدا فافورية الخوت. التريز اي بي كي وقيل هذا هو الاول مكلاسي في الكلاسمون جينيرال. التريز وكاين السبعه اللي كان ربح لينا التريز في الكوردومي، وكاين هابي دانيكا ربما لاول مره غيدخل لينا في الجران ناسيونال دي ترو. اليكسيس كاروندو ربما عنده سات ايام في ليولاس وفي 3 ميل، هذا هو اللي يقدر ينتقم منهم غدا كاملين. هذا العود دار 6 ايام في 3200. شكون كان في البروميير بوتو؟ كان من بين خيول الفافورية جراند تريزور الهورشيسترو طبقة، ما عليناش. بالنسبة للإخوان كما كتشوفوا إيريك راف 13 7 إيكريك ديسيلون الهابي دانيكا، هما لي 3 برومي ديال لا كورس. كاين هيبل دي فيفيير رقم 2، هيديك جيما رقم 6، 14 غيتانو، والثروة الجريت اوف مادريك والجايلوند هوفوخ بيجون، هادو هما 8 شوفو ديال الفافوري. وغندخلو هنا عند لي زوتسايدر الخوت اللي غيكون فيها الواحد والتسعود والحداش والاثناش والخمسة، واخر في ميلا هي اليسكا بيغي اللي غتكون حتى هي عند الدوزيام بوطو اللي جاية لينا من الفانسن. غتكون دايرة بلاكية، غتكون غالية نوعا ما. ودي دي سي كما كتشوفو قاليك ديريو شير والغاسبار دانجيس على ود 50 متر، وداك الشيء علاش ما غادي يحطوه في التيليسي، لانه حي خلاه في دي في فيري و ايلي كرافان شافوه هكاك، يعني حي ما بغاش يدي فيري، يعني واخا يدي فيري وما غادي كانش غادي يجي. بالنسبه لخوت على العموم، بالنسبه للتيران، التيران هذا راه صعيب على الدوزيام بوطو، صعيب على الدوزيام بوطو، ولكن غادي نجيو الدوزيام بوطو. حنا غادي نختصروها في دو شوفو غادي نختصروا هاد الدوزيام بوطو فقط. غتكون عند 13 اول 14، شي حاجه اخرى ما غاداش تجي بالنسبه للتوقعات ديالي، اما 13 اما 14 اما بجوج. على كل حال، لان صعيب 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 دوزيام بوطو في لافال، لان الخيول متساويه فيما بينها، ما كاينش واحد الفرق، راه كلهم تيشوفوا اللي زواونين. الا جينا نشوفوا الباسي العام اللي داز، كان الهوراسي في البروميير بوطو، الهاود بارتنر هيدال غودينو وي كان في البروميير بوطو، كانوا اربعه في البروميير بوطو، طلع لينا هابي فالي ال14 بزز 5 بزز، كان بشاب 7.7. والعود العام اللي هنا كانوا جاو جوج ايشو دو شون لي سي، كانت جات كحله على ما اظن 19، وكذلك اير دي ليوز كانوا جاو من الدوزيام بوطو. عرفتي الكورسه هادي نورمالمون كانت جات شويه معوجه، ما جاش فيها الكرون فافوري، وكان وقع الديسكاليفيكاسيون انذاك. في 2021 كان الكراكموني على الجوج، فيريلو على الطروة، دريم دو شينو رقم 4، وعاد جاو لينا الخيول ديال الكلاس والفريك دو شين شوفال دو كلاس والكاش دو ريب، جاو لينا من الدوزيام بوطو. هذا كيتوقع بان الكورسة غتضرب في البروميير بوطو. هنا كذلك عاود في الدوزيام بوطو هو الدرول دو جيت شوفال دو كلاس، هو اللي طلع لينا من الدوزيام بوطو، درول دو جيت ديال مالفيست وقيله بير فير كريس. الكورسا كيفاش جات؟ جات فافوريه البروميير بوطو.
هنا كذلك مول جوج، مول جوج مول 21 مول طن. هنا كان جاو جوج لي كرون فافوري ديال لا كورس، كان جا العود ديال الكلين جيم، هذاك الكلين جيم الاخوان راه بدون نقاش ارتيست دي جود، حتى هو راه بدون نقاش كان دار 5 ايام. تخيلوا معايا شوفالدو كلاس ديال فيليب الير ودار 5 ايام، يعني الخيول ديال بروميير بوطو هي اللي ضربات، بروميير بوطو هي اللي ضربات. على كل حال نحاولوا نختاروا واحد المجموعه ديال الخيول الخوت ديال البروميير بوطو، غادي نضيفوا معاها التريزور كاتوس. تريزور كاتوس، عفوا يا اخي الكريم واسمح لي يا خويا يا خويا يا خويا يا خويا يا خويا، اسمحوا لنا انتم الاخوان، انتم خسرتوا لنا الفيديو اصاحبي. على كل حال خوتي، البروميير بوطو من 1 حتى 7، من 1 حتى 7، وغيبقى ليا عاود ما بين 13 14 اولا بجوج. وهنايا شكون اللي غادي يخسر؟ العلم لله. غنقول لكم الطريز يقدر ما يجيش، وجا غادي نتعرض للانتقادات، ولكن غادي نقول لكم انا الاخوان اتونسيو اتونسيو من 5 1 اتونسيو غالوار دي بيرش و 50 بلاك، هادو هما لي زوتسايدر ديال لاكوس. في ميلا ديال 8 سنين ومال ديال 9 سنين، هادو هما لي زوتسايدر ديال لاكوس. من غير هادو الفافوري السبعة غادي يعاود يضرب في الراس، هاد السبعة هذا غادي يدي الكانيون ديالو. اللي علاش دافيد توما خلى روينة ديال الخيل وغادي يركب لينا على السبعة، مال ديال 6 سنوات أصغر عود ديال البروميير بوطو كاين. واش غيجيب معاه 13 أو لا؟ المهم السبعة راه هو الكانيو ديال غدا، 7 4 باز، بغيتو تختاروا 13 ولا 14 ولا بجوج، وخليو ديك ان 5 مور اكس، بغيتو تزيدو 6، بغيتو تزيدو دوت، بغيتو تزيدو الطروة. هنا غتكون لاريفي في هاد الخيول اللي ذكرت. ما كنظنش انا، ما كنظنش ان غادي بنادم يمشي يلعبهم طوال، غادي في حالة ما نطيح الاوردر. نقدر نقول لكم 7 4 غدا كاينة ان شاء الله، 7 4. هو ديك ان 5 راه هما لي نون سيتي ديال لاكورس، ان 5 لا غلواغ دي بيرش والفيفتي بلاك، وغالبا غيكون 50 بلاك، غالبا الخوت غيكون 50 بلاك. المهم خوتي هي لا نورمالمون 7 4 5 7 4 1، دخل عند 6، دخل عند 3، دخل عند 2 اكس، رش ديك 13 14، هذا ما كان اللي ما بانش له شي عاود في هذا الشيء هذا اللي درت، راه غادي ينقص. كل ما نقصتي كل ما مزيان، ربما تخليهم في 6 الخيل، ربما في 7 الخيل ماكسيموم. هذا ما كان خوتي، ودمتم في رعاية الله وحفظه، خلينا لكم الراحة ومع السلامة.